تعال هنا صح ممكن؟ ايه هني ممكن بس الارض نحتاج مرتبة. يجيب لك مرتبة؟ كيف احنا عشان نجيب عادي؟ زين فرض واحد ولا؟ طبعا نجيب الجلسات هناك؟ عشان بس من باب السلام والسلام فيها يعني. فيها طمرة فيها نقزة. اي انا ابي اذا عندكم طاولة ايوه وبس يعني تتحمل واحد يوقف عليها زي كرسي يعني لا شيء إيه شيء ارتفاع إيه 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 ده كويس اللي هو عندكم ارفع منه؟ احتاج طاولة مسرح رفيع لا انا احتاج المكان حلو هني طيب نجيب لك جلسات انا تشوفها الطاوله هذه ما عندك شيء ارفع من هذه انا احتاج طاوله شيء يرفع تقريبا متر يعني عايز حد يوقف عليها تبي حد يوقف عليها اي يوقف عليها لا لا دي ما يوقفش عليها دي هذه واطيه نجرب هنا ولا هذه مشكله صار دي لا لا انا ابيها هني مكان مفتوح علشان انا راح اجاوب على السؤال مال الصحبه بس من خلال نلعب لعبة لعبتين عشان نوصل المفهوم جميل. على العموم طيب احنا ممكن نستعمل شيء بديل في عيال ممكن واحد يساعدني واحد يساعدني فيه عليها مزهريات لا تخاف تنكسر هذا لا ما في مشكلة عادي لا لا الرعاية يعوضونا لا ما يصير على حساب طلع واحد لا عشان ما حيتعور الأمن والسلامة بالنسبة لازم يكون 100% إن شاء الله ما عنده مشكلة إن شاء الله أموره بدل خلاص دكتور رسمي معي هذه حقت إحنا إن شاء الله ما نبي نحتاج الدكتور لكن هي شنو الصورة اللي بوصلها الصورة إن لأن السؤال تربوي شلون إحنا فعلا نوصل الصورة إن الواحد يختار الشيء العام خلصنا من سؤال عمان صح الصورة باقي اظني قزي ما كملنا خلصنا خلاص وفي عندنا مشتركين من عمان في كل الدورات في استمرار الدوره الربيع الماضي كان الصيف الماضي كان معي الربيع اللي قبله من 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 زمان يعني في السفر معنا في عمان دائما معنا اشخاص قبل لازم اشارك معك شيخ والله الساعه المباركه احنا شباب معنا يعني اسماء كثيره من بيت الغزالي ومن بيت الراسبي ومن بيت الحشار ومن بيت مناسبة دكتور في مجموعة بيت بالذهب يعني عشان بس ما بي يعني الأزكي من بيت في مجموعة يعني فما بي أنسى الأسماء لكن هذه علاقتنا بعمان دكتور على ما يجيب الطاولة أي سأل منشد كبير أخوي تحب تسمع منه شنو تحب تسمع والله احنا الحين الجو مالنا حماسي نعم يعني نبي الان الشباب شويه يصير عندهم تشد عضلاتهم شويه تشد عضلاتهم على ما نشرح هذه زينه متينه طاوله هذه ثقلها بس زين ممتاز هذه اساسها قفاري لو تحط عليها وهيبي ماكس هذه هاي بوي احنا هو بيت بونش هاي بوي زين نحتاج مرتبه على ما مرتبه من داخل تكون نحتاج مرتبه لو سمحتوا هني لا مرتبه من الاطوار اللي داخل اي زين احنا شو بنسوي الصحبه او اختيار الصاحب هذا شيء قيمي بمعنى اخر انا ما اقدر اقول لولدي امشي مع عبد الله لا تمشي مع حسن امشي مع خالد لا تمشي مع فلان يعني ليه متى او اقول حق بنتي لا تمشي مع فلانه لا ما راح نقدر لان هي مراحل في كل مرحله دراسيه او مرحله وظيفيه او مرحله حياتيه في لها اختيارات لكن لو زرعنا قيم معينه اذا لقاها في انسان تلقائيا يأتلفان تلقائيا طيب بس كافي واحده نمدها على الارض ممكن نحطها على لا بطول بطول في واحده ثانيه هنا وعايز نحطهم جنب بعض لا لا بس بطول واحده كافي احتاج واحده بس ايوه احنا ما نحتاجها فعليا بس من باب الاطمئنان تمام نخليها عشان بس الامن والسلامه وفي نفس الوقت عشان تضبط المسافه فاحنا الان نبي نزرع قيم صحبيه علشان الابن يختار هو صاحب السؤال لازم ننطره شويه فالاب الاب الـ الـ الاب الناجح اللي يسوي نظام الحاره قبل ربونا شنو لما يقول لك احنا تربينا بالحواري تربينا بالحواري ايش معناته تربينا من خلال انشطه الحواري تبو مش الحاره الحواري موجود الان يقول لك هدينا عيال الان ضاعوا لا هي مو الحاره اللي تربي الانشطه والبرامج اللي موجوده داخل الحارة الألعاب الشعبية اللقاءات مع الشيبان دخلة المسجد مع أهل فدائما تلتقي أنت دائما الفريج فيه تلاقي البنات على جنب صغار مع بعض البنات الكبار داخل البيت الشباب تلاقيهم يتحركون يلعبون مع بعض يمر عليهم أبو عبد الله يمر عليهم أبو خالد ينصح يوجه إذا سمع كلمة خاطئة وقف الكلمة وعدلها فكان الفريج عبارة عن مركز
مركز حركة، مركز تنوير، مركز فهم، مركز فكر، مركز تعلم للدين. لا وقت الصلاة الكل يروح يصلي صغير وكبير. طبعا جماعة فيكم صلى يوم صغير من غير وضوء؟ ها متوضي متوضي، ها ادخل على طول صلي واطلع. لكن في النهاية حبينا المسجد ذاك الوقت غير. فهذا الآن فقد جو الحارة والفريج أو المنطقة فقد، فصار المربي الأوحد هو الأم والأب إن كان إن كان يربيها يعني إن كان عندهم بعد. لكن البيت الآن بعض الأبناء أنا صراحة ما لومهم، يمكن الحين ناموا الصغار ما عارف إذا نامون حزة. لا 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 توم صح. بعض البنين والبنات فقدوا تماما وسائل، ما في، يكاد يكون البيت 8 ساعات دراسة. وما لومهم لأن الآن من غير شهادة أصبحت الحياة صعبة. لكن العلم التعلم المدرسي لا يتعدى 20% من شخصية المتربي. هاي 20% وهي مهمة، يعتبر عمود مثل مثل هالرجل هذه. لكن أكو غيرها 4 لازم تنغرس. ولهذا لما أقول التربية يعني باختصار تعريف بسيط وسلس، نقول هو الجهد التغييري المبذول بهدف المحافظة على الأصول. إذن هو جهد تغيير عشان أحافظ. ما هي الأصول؟ 3 أصلا. الأصل الأول مقاصد الشريعة، الدين، العقل، النفس، المال والعرض. هذا أصل في الدين، فأنا لازم أغير حياة ابني عشان يحافظ على دينه ويحافظ على الأصل. الأصل الثاني الحقوق والواجبات في التربية عشان يعرف الحق والواجب. الأصل الثالث مشروع الحياة، كل إنسان له مشروع مع الله سبحانه وتعالى، لازم عيالنا يتربون بهالطريقة. يحافظ على الأصل الأول المقاصد الشريعة، 2 يحافظ على الأصل الثاني حقوق واجبات، 3 يحافظ على مشروع الحياة. إذا ولدي ما له قيمة في المجتمع، حتى البيت مشروع، المشروع الشهادة مشروع، الوظيفة مشروع، لكن بس أروح أوقع الصبح أبصم وأمشي هذا ما تعتبر شيء مناسب. هذا الاختيار شلون أنا من ضمن منظومة التربية التغيير، هذا هي عبارة عن قيم تغرس. راح نلعب لعبة الآن، أنا ما راح أقول لكم شنو قيمتها، لكن بعد ما نلعب بسمع منكم تقولوا لي شنو قيمتها. شي زين؟ طيب أنا أحتاج 4 يكون بهالجهة كالبنيان المرصوص، و4 في الجهة هذه كالبنيان المرصوص. يلا زين زين، أحتاج منكم واحد هو المسؤول، هو مسؤول عن بداية اللعبة ونهاية اللعبة. واحد يوقفني مسؤول، خلاص أنت المسؤول. الباجي هم عاد اللاعبين، تعالوا عندي، اللاعبين عندي أنا. لاعبين إيش؟ الحين بقول لك شو بيلعبون، الحين بنلعب. أنتوا اللي واقفين في النص، أنتوا اللي واقفين في النص، ما في، أنت ما يصير تلعب، لأنك إيه؟ أنتوا اللي في النص راح تمدون، مدوا كفوفكم، كفوف الراحة. إيه. الآن صعد رجل على المرتبة ورجل برا. يمين، خلوا اليمين. يمينك داخل زين. الآن شوف الكف كيف راح يمتد، كف داخل وكف برا. بس ما أيوة. وإيدك تكون مشدودة. كذا كذا ولا كذا؟ لا يد كف بكف عكس بعض. أيوة. واحد يمين يسار يمين يسار يمين، بحيث إن تكون كلكم داخلين. دخل رجلك داخل عدل. أيوة. ولزوا على بعض، لزقوا بعض كالبنيان المرصوص. الله سبحانه وتعالى يحبنا بنيان مرصوص. ممتاز. الآن أبي أول من أول أول مجازف. بدر بدر. يلا حيا. بدر بدر زين يلا. تعال بدر. أنتوا الآن لا أقوم وقف هني. أنت الآن شوف عشان أنت راح تتابع اللعبة. إيش اللي مطلوب الآن؟ صوت لا يدرس. شوف شفت المكان هذا؟ مخله. إيه هذا. إيه شفته زين؟ لف. عطه مظهرك. زين. وتوقف على حافة الطاولة، تأكد إن إيدك قرانت هنا. امسك ثوبك. بيدر امسك. امسك ثوبك. امسك ثوبك بيدكني. أنت المطلوب منك الآن. حذف نفسه. أنت تميل براسك لين تطيح مثل المسطرة. ويلي ان طحت عليهم مثل المسطره نجحت. واذا اثريت نفسك طحت، ان طحت انت فشلت وهم فشلوا، هم ماسكينك من غير ما يمسكون يدك. خلاص جاهز كذا يفرق شوي. امسك ثوبك عشان لا تفيدك وتعور. جاهز ابدا. جاهزين يا عيال؟ هم جاهزين. يلا روح اخوياك ما يخلونك. لا روح بطل بطل. هلو هلو. يعني هذه كبداية لا بأس. انزل الثاني يلا اللي بعده. انا ثاني. الآن شبي منك تسوي تسوي شيء زيادة. المرة الأولى عبد الله شباب الفريق، فريق الدفاع
الهدوء والصمت مطلوب للتركيز علشان لا يطيح اخوكم. انا انتبهوا ايش راح اقول عشان تنتبهون، ايش راح يسوي الان؟ انا قاعد اسمع لورا. امسك انت راح تزيد على الميل هذا نطة صغيرة لورا. حلو ادعش يلا استعد 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 جاهز جاهزين شباب يلا يلا روح جاهز. انا بس بنط. شوف الدكتور انت اول شيء ميل طيب. اسمعني ميل وبعدين نقزة صغيرة بس بشرط تنزل بظهرك. اعتبرك ناجح اذا نزلت كلك خطأ واحدة. طيب أي. هل تضمن يا دكتور بإذن واحد الأحد اذا طحت تعوض ان شاء الله الدنيا؟ قول لا اله الا ايش حق اطيح اصلا؟ اطيح وراك 8 ريال كفو. يلا يلا سعيد يلا واحد ركز مع بعض جاهز جاهز ميل ميل روح يلا يلا عيال جاهزين جاهزين يا ربع روح اطمر. يعني كان ودي كان ودي اشوف انزل كان ودي اشوف نقزة اكبر منها. تكبر لا عقب عقب غيرك غيرك يلا لا ان شاء الله ما تطيح ما تطيح يلا شباب نحافظ على البنيان المرصوص نحافظ على البنيان المرصوص مره ثانيه. امشي راسي راسي منطقه الراس امسك الثوب. انا ودي ودي نركز نركز شو القيم اللي مربوطه في اللعبه اكثر. تفضل متى ما جاهز روح شباب في قيم بالموضوع. لا اله الا الله. متى ما تكون جاهز روح اطمر اطمر اطمر. زين بس اللي جاي نبي اكثر منها راجع بغيفلتني. ديروا بالكم اللي في النص ديروا بالكم اللي في النص يلا بعد واحد سعود يلا احنا عندنا الامكانيه يلا كون جدارك كون بنيانك كون بنيانك كون بنيانك شد ذراعك شد شد ذراعك شد 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 قرب على بعض قرب على بعض ابو فهد والله ما يلا يلا انقز يلا سعيد انقز ولا بدون نقز؟ لا من غير نقز بس طيح طيح عليك كويس مستقيم حلو الحين سهله نبغى هذا نبغى هذا يا شيخ. لحظه شوي ما خلصنا ما خلصنا لا ما خلصنا ما خلصنا لحظه شوي 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 اسمع دكتور. لا لا الان سويناها من المستوى التدريبي النازل، احنا نبي نصعد فوق شوي. لا يا شيخ الله. اي. فنحتاج شويه شيء نحطه فوق هذه. جمركه اي لا بس تكون مركه عريضه بحيث انه يقدر ما يطلع. اثنين مع بعض، اثنين جنب بعض. لا هذه ما فيها امن، ما فيها مو مامنه. هو يوفى لا عادي سهل. لحظه شويه. هالشكل. ايوه زين. زين لا بس كافي. كافي لكن احتاج واحد من الجهه هذه واحد من الجهه تضغطون على بعض. انا بجرب دكتور. يلا يلا اول شيء من يسند هالجهه من يسند معي انتم فريق الهجوم الان تساعدون اسند لو سمحتوا انتم الثمانيه دائما ركزوا بجداركم الان الوضع اختلف شويه انت هني انتبه الشباب اقوى اثنين منكم هني لازم يا دكتور الحين راح يجي علينا يلا يلا يا بطل بس امسك ثوبك ايوه ميل ميل براسك لما تنزل عند اخر واحد يلا بسم الله روح بطل قاعد ولا نزل ظهرك قاعد اذا هاي نعطيك لازم ظهرك من فوق اصبر اصبر هذه نعطيها نزل تحت تحت نزل تحت نزل تحت لا احنا الحين راح نقيم شباب هذه 7 من 10 لا لا دقيقه المايك الجسم لما ينثني الثانيه الكامله هذه 7 من 10 نبي نشوف عشرات محمد الشمري كلكم ان شاء الله عند الشمري يلا يلا عند الشمري يلا جاسم يلا يلا ابو جاسم لا شارب الثوب يلا استعد البنيان بنيان يا شباب وين البنيان خلك ثوبك خلك خلك بجيبك ابو جاسم يلا شباب الله بنيان بنيان الحمد لله جاهزين الشباب يلا شباب محمد لا تمشي نقول لك ها يلا شباب يلا شباب عشان الوقت شوي وقت انا اشوف سواعد سواعد شاده شد شد عليك روح يلا واحد سعيد دقيقه امسك امسك بنطلونك احسن دكتور عد انزل الحين واحد اثنين ثلاث هوب
بطل نزل تحت نزل تحت 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 ما شاء الله عندك اي واحد يخلص ارموه لا دقيقه اي واحد يخلص نزله تحت انا وهيبي بنقز انا اطلع من لازم 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 تنزع لا 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 مش الان لما نتعود شوي لما نتعود زين اللي بعد اللي بعد نستعد سكر بس المساند عدل يا شباب سكر اسكو هذا بعد اثنين من الشباب من فريق الهجوم اثنين في احد لابس ساعه شلون اثنين قربوا شلون اثنين صغوا الساعات طيب اثنين منهم بعد يحاول واحد واحد بالدور لازم تلزم على بعض اكثر يلا استعد يلا بدر مساند سكر استعد واحد هذا خفيف ده واحد اثنين واحد ثلاثة تنقز ها انتهينا شفتوا ثنا خلنا نوقف لحظة اصبر شوي وين هذي يعني اعطوني ثلاث قيم مربوطة في اللعبة هذه واحد اول شيء ممتاز اذا صار عندنا مفهوم التعاون الان عملي الانسان لما انا اتربى على العابي كلها فيها تعاون تعاون ما راح اتقبل انسان غير المتعاون اثنين ثقه ممكن واحد واحد اذا عندي ثقه في الوراء ممكن يسوي شيء ممتاز اذا شوف انا معطيك ظهري معناته سلمتك الخيط والمخيط معناته اقول لك انا واثق فيك اذا هنا هالعاب تزرع مفهوم الثقه فانا بالنسبه لي ما اقبل واحد اقل من يكون عنده ثقة حتى تقبلها فإذا نتقبل المتعاون وتقبل الإنسان الثقة هذا أيضا مفهوم ثاني الآن قاعد نعيشه من خلال لعبة بسيطة لكن قاعد تعطينا المفهوم فأنت قاعد تزرع فيني قيمة مع الوقت ما أتقبل أقل منها في الشخص اللي أنا ممكن أتعايش معه الثالثة ونكمل تنظيم رائع فريق دفاع فريق هجوم شخص مسؤول شخص يسند نحافظ هذا الجو التنظيمي أعطانا لعبة لها قيمة لها معنى عمل جماعي عمل جماعي بسرعة صار ممكن لو تخلي ناس لحالهم ممكن يوم ما ناس يجتمعون سنة سنتين ما يوصل حق قرار صح لكن فضل الله سبحانه وتعالى ممكن من خلال العاب نوصل حق قرار بسرعة فممكن الآن توروني من غير ما أنا أتدخل عشرة منكم ينطون واحد واحد طبعا واحد واحد وتقدرون تغيرون من داخل ابي اشوف عشرة عشان نخلص وننتقل حق الفقره اللي بعدها يلا مسؤول وانا مسؤول عشرة في ضمنا عشرة كثير عشرة بس عشرة خلاص والواحد ياخذ نص دقيقه يعني خلال خمس دقائق احنا خالصين القرار المخرج طيب انا اللي عندي راح اعطيكم سبع دقائق فقط اوكي ننجز تبون ننجح يلا اتفقنا عندكم سبع دقائق ما حد يدخل المخرج امن شباب رقم واحد الامن والسلامه لازم 100% ان شاء الله رقم اثنين الهدوء رقم ثلاثة التنظيم أوكي. الوقت عشرة أشخاص رقم عشرة قد الوقت لا نسمع إلا مخلد سهوب بدر واحد سعود اثنين خالد ثلاث أربع عبد الله خمس عشر دقائق سبع محمد سبع دقائق سبعة راجح ثمانية عبد الرحمن تسعة محمد عشرة عشرة معاذ عشرة معاذ يلا عطر يلا روح يلا 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 اثنين لحظة شوي اكو معلومة بس ما قلتها اللي ياخذ اذا اقل من عشرة من عشرة ما نقبلها اللي طافت كانت تسعة من عشرة انا بس اقول نتيجة فقط انزق بعض يلا سنتوات بدوات عشرة من عشرة ممنوع يكون فوق الطاولة أكثر من اثنين فوق ما شاء الله تنكسر معلش عشان ما حد يتعور بس تسعة من عشرة إذا بس واحد الآن عندكم بس واحدة يعيدون الزق 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 واحد اثنين ثلاثة واحد تسعة تسعة يلا واحد تسعة دار الظهر ما هو واحد اثنين ثلاثة تسعة ثمانية الوقت يا شباب باقي خمس دقائق ونص انزل عشرة كم الحين صار؟ كم خلصت اثنين؟ ايوه اثنين واحد اثنين ثلاثة واحد تسعة يلا تسعة اللي بعد اللي بعد سريع 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 يلا شد شد لا لا ما بس اثنين عديتوا نحسب اللي عشرة من عشرة فقط بس اثنين يلا ينزل يلا خليك جاهز خليك ثقة واحد ثلاثة عشرة باقي لكم سبعة الآن ثلاثة صح يلا 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 شوف عادي 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 عاد
يصعدني لين ما يكون بنيان كامل. يلا بنيان يلا 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 حمدي حمدي وين حمدي؟ يلا يلا ابو غربي يلا ابو غربي يلا يلا 10 من 10 صاروا 4 شربي يلا ضموا 4 باقي 6 3 دب دب والله انت ثنت على خير مقبوله مقبوله 5 باقي 5 مقبوله 3 2 10 من 10 خالد راح 9 ونص بس مجبوره مجبوره يلا يلا جاهز 1 2 3 3 بطل 10 6 باقي 4 سريع 10 يلا 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 شد ممتاز هذه 11 من 10 يلا 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 باقي ثلاثة باقي ثلاثة باقي عشرة مقبولة مقبولة 10 مقبولة 9 باقي 2 امسك امسك في المجال 9 ما زال باقي 2 امسك عدل امسك عدل لا 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 التعليق التعليق مرفوض لا لا نمون لحظة شوية لا ما يخالف ناقص واحد يلا يلا واحد حمدي جد مقبولة آخر واحد هذا السوق البنيان بنيان لا 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 يلا واحد يلا مخلة تكفى هيا المخلص ايش بك ما شاء الله عليكم ما حد دور 10 كم قدرتوا توصلون لعشر محاولات صحيحة طبعا منها ثمانية 100% وثنتين كانوا 9.5 جبرناهم لان الاخيره في تحديده هذه ما فيها من سلامة خلصتوا من 7 دقائق ب4 دقائق زين جزاكم خير بسرعه نرتب المكان نشيل اغراضنا كلها ونستعد حق الجلسه اللي بعدها الله يحفظكم الدوره ان شاء الله والله المسؤولين قاعد يتابعون اذا عجبهم ممتاز اي احنا مرتبين اذا عجبهم نحن مرتبين بس خلاص بس خلوه نحن مرتبين خير ان شاء الله نحن مرتبين ما طلع قاعد دكتور موجود سام لا لا